وهو تلاحظ من سمحتنا المحكمة بذلك
هل المتهم قراره امام عدل هيئه المقاص من وسائل الاقراض يشيرك عليه حال سؤاله واستجوابه في النيابه العامه حاله وجوده بديوان القصد، علما ان المتهم بالوهله الاولى وتحقيقات النيابه العامه لم يتم سؤاله في ديوان القصد، لكن تم سؤال في ديوان القصد عقب تمكنه من الهروب ونظرا لظروف القصد. علشان ما كانش بيتسألني سؤال وانا ارد، كان بيتسألني سؤال ولازم يتشرح لي وانا ارد رد، والرد بتاعي بيتغير ويتقال لي صح كده واقول لا ويقول لا انت قصدك كده، ولما برجع تاني انا بقى خدوني اسم مقفول، اسم الشغال بيتبني، ما كانش في اي حاجه، ده اللي عذبوني فيه عذاب، خلوني اعترف لو جابوا لي 100 حاجه كنت هقول لهم انا عملت كده من كتر ما انا كنت عايز يسيبوني، قلت المفخر فيه كده. انت يا كريم اثناء المعاينه التصويريه اسعد المحكمه، بس انا هرجع بس ورا ان انا مش قادر اتنفس، معلش عذرني. احنا فين الحرب بتاعش هينفع حضرات لو سمحت ثانيه يا استاذ، كله هيخرج بره كده، اتفضل بره، اتفضل بره. مريض بالنيكروفيليا مصاب بالماسوشيه وبانفصام الشخصية، هنقول بواعث الاعتراض. الإنسان سيد الرئيس لن يوري نفسه موارد التهلكة ولو كانت الكريمة ثابتة وقطعية الكلام. أيوة ده حتى في العهد اليوناني كان بيقول لك أن الإنسان لا يعترف إلا إذا عُصي. إيه ده؟ مستحيل. أنا سأدي باعتراف كامل وتفصيلي عن وقائع قد تودي بي إلى التهلكة إلا إذا شاب الاعتراف وإقرار هذا المتهم مجموعة من العقوبات. بواعث الاعتراف شرطين إجرائيين مطلوبين. شرط أولي أن يكون هذا الاعتراف لجريمة منسوبة للمتهم. أن يتوافر لديه الإدراك والتمييز والوعي. ده تحقيق المحكمة. طب أنا هقول النهاردة المتهم تصاعد في اعترافاته منذ الوهلة الأولى للقبض عليه واصطحابه إلى مديرية أمن إسماعيلية وبداية التحيات معاه. مديرية أمن بورسعيد. وبداية التحيات معاه. تصاعد اعتراف هذا المتهم زي البرهان كده. في البداية كنت أنا مع أميرة وإحنا كويسين مع بعض وتمام زي الفل، وهي كانت كده وراحت ورجعت تاني وراحت، وقت ما شفتها ورجعت وديت المدرسة ورجعت، وبعد ما رجعت من المدرسة كويس خدتها شفتها ودخلتها نمتها جوه وطلعت قعدت مع ابني، وبعد ما طلعت قعدت مع ابني رجعت تاني لقيتها نايمة أنا مش عارف تكتيك إيه، وبعد كده وبعدين لقيتها قطع المدرسة حتى يقول أنا حطيت مراية قدام نفسها. تمام؟ إيه ده؟ ده الشكل الأول للإعتراف. في الشكل الأول لإقرار المتهم. في الشكل الأول خد المتهم. الكلام ده معناه الكلام ده لوحده كده شكل مستحيل. انا لا القي باللوم على نيابه العدل يا خصم الشريف، يا خصم الشريف في هذه الدعوه النهائيه هي تبحث عن حقوق المبني عليهم وانا ادعمها بالسلوك.
انا اعرف. بس لما يكون المتهم انا مالي من الدواعي الامنيه، انا مالي من المتهم النهارده وزاره الداخليه مش عارضه تتقابل بالنيابه، هو انا اللي مسؤول؟ هو انا حققت مع المتهم باسم بوليس مره واثنين؟ ايه يا جدع في ايه؟ هي وزاره الداخليه هي اللي هتحكمنا ولا النيابه العامه ومجلس القضاء؟ المجلس اللي احنا موجودين فيه علشان المحكمه تكون كلمتها. المتهم تعرض لاكراه معنوي بشان ما ادى به من اعترافات او اقرارات خاصه للمحقق ولو في حضور مدافع معه. المتهم زي ما النهارده موجود طبعا كلنا عارفين الداخليه بتشتغل ازاي، يعني ده امر لا يخفى علينا. ده امر مش هيقع على المحكمه ولا هيقع عليها، بس ده كتير. الداخليه ما شاء الله الله اكبر، يعني عندها حاجه كده اسمها القرار اللي كانت بتتكلم ما شاء الله ما بيرحموش. فالمتهم ما اترحمش ومحدش يقول لي كده، لا ما اترحمش المتهم ده، ويعني قام معاه الواجب بزياده. دليل على كده انه في وجود في جزء من التحقيق قرر امام النيابه العامه القصر الشريف ان انا اتبهدلت والقدر الحديدي في ايديا. المحكمه تقول لي انا اعمل خاتم وسفاح وممكن صبر عليك كده خليني اقول لا، احنا كنا بنحاكم، اذا كنا بنحاكم نحن لا نحقر العاصي، وان كنا نحقر المعصيه نحن لا نحقر العاصي ولكن نحقر المعصيه. الا قتل 99 نفس ثم تاب سلف. ايه اللي حصل معايا؟ وبالتالي فالامر مش في معقول.